أهازيج وزغاريد في كل مكان تهز العاصمة وغيرها من المدن الجزائرية. إنها نشوة النصر، لكنها لم تدم طويلاً، غشاوة من ضباب بين رفقاء السلاح. الشعب يحتفل بعفويته بالاستقلال، وفي الضفة الأخرى قادة الثورة لم يحسموا بعد خياراتهم وقرروا الدخول إلى العاصمة بصفوف متفرقة. إنها أولى بوادر التخلي عن مبدأ الإجماع. احنا كنا نستناو باش الحكومة الموقتة الجمهورية الجزائرية يجو كحكومة، والقيادة تجي كقيادة المجلس الوطني. فلما وقع الأزمة في تريبولي في طرابلس وتفرقوا ثم كل واحد وين راح، الجماعة راحوا لتلمسان الغرب الجزائري، وبضياف وكريم راحوا لتزي وزو. الأزمة في الحقيقة بدأت في طرابلس. طرابلس وش وقع؟ هما كان يقول مؤتمر، مش مؤتمر، اجتماع مجلس الثورة. الخمسة هذوك اللي كانوا في السجن كيخرجوا من السجن قالوا نديروا اجتماع يسير، هذا بنى المقصود تاعهم. بس وقع اجتماع مجلس الثورة في الخارج، اين وقع يعني ثم قسم الدعوة، شكون من جهة الحكومة المؤقتة جبيرة معها الأولاد، كان شدها صوت العرب، والمنطقة الثالثة كان شدها محمد الحاج، هذو مشاو مع الجبيرة. بنبلة والطماجور مشاو مع الولاية الأولى سبيري، الولاية الخامسة عثمان، الولاية السادسة شعباني. أزمة تاع 68 جماعة حبوا يدوا السلطة بالقوة. القوات التي كانت في الخارج التي فتحت لها الحدود، يعني القوات الفرنسية في 18 جويلية 1962، ودخلوا بدأوا يزحفون. فشلت القيادات السياسية والعسكرية في أول امتحان، إنه اختبار التوافق. انفض مؤتمر طرابلس في ليبيا دون الاتفاق على خارطة طريق واضحة لتسيير البلاد في مرحلة ما بعد الاستقلال. سال الدم الطاهر وتدنس السلاح المبارك عقب الاستقلال مباشرة. احنا كنا نسمعوا باللي وقعت أزمة في المجلس الوطني وما كملوش الاجتماع وما داروش الانتخاب. القول درك الناس يقولوا باللي المكتب بن بلة وجماعته راه وقع انتخاب في المجلس الوطني في تريبولي في طرابلس، والجماعة نتاع بن بلة وجماعته داو الأغلبية نتاع المجلس الوطني اللي هو كان الهيئة التشريعية. ولكن في الحقيقة والواقع الاجتماع ما اتفقوا على حتى شيء، ما وقع انتخاب، ما كملوا الاجتماع. القادة السياسيين والعسكريين الذين التقوا في مؤتمر طرابلس لم يحسموا الأمر في مؤتمر طرابلس، الذي ما زال كما يقول الإخوان ما زال إلى اليوم مفتوح، ولم يتفقوا على ذلك لأسباب كثيرة. لماذا؟ لما اجتمعوا بن بلة وجماعته كان بالخدا هو الرئيس. الشيء اللي وقع بن بلة تحدى بالخدا مباشرة، وكان موجود مع بومدين وجماعته، فبن بلة كي خد الكلمة سب بن خدا. ورقعة من الذين واجهوا هؤلاء حاول أن يقنع، الولاية الرابعة كانت تحاول أن تقنع بأن الكلمة يجب أن تعطى للشعب. كان في حسرة كبيرة جدا أن يرى قادة الثورة التحريرية الأوائل، قادة التاريخيين بعد الاستقلال مباشرة، وقد تفرق جمعهم وأصبح كل واحد يعني كل حزب بما لديهم فرحون. الحكومة الشرعية تجتمع في العاصمة من أجل الاتفاق على وضع لبنات المؤسسة الجديدة، ولكن ما وقع هو استيلاء على الحكم بالقوة بدخول الجيش القادم من الحدود في 9 سبتمبر 1962. ولكن بالرغم من أنه عسكري إلا أنه لم ينخرط
من في الاتجاه العسكري، بل فضل الانخراط في الشرعية السياسية. هذا اتفاق رواؤوت حصير 62 أمضاه خيبر بيطاط وما جروب تلبسان حكومة المؤقتة على لسان بن خدار غدو من هذا قلت أنا موافق على هذا الاتفاق. تبعتها الولاية الرابح أنا موافقين على الاتفاق. أنتم مكتب سياسي ولو أنتم أعلنتوا على أرواحكم، ولكن لازم المكتب الكونغري ندير في التعسينة هنا إلا كان زكاكم نخلوكم، وإلا كان بغى يبدل يبدل. كاين الناس ما حبوش هذا الاتفاق. وقع انقلاب الحكومة الشرعية على المستوى السياسي والمؤسساتي، فتقرر باش يديروا انقلاب على النظام في الداخل. وقع الانقلاب بما يسمى حرب الولايات في أوت 62. خلاف كان شبه ما بين الحكومة المؤقتة في تونس وقيادة الأركان بقيادة العقيد هواري بومدين ومن معه يعني من قيادات، وبالتالي كان الخلاف كان قد دب وصار فيه قطيعة للأسف الشديد بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية. من الناحية النظرية، حين ينتصر حزب أو جبهة في معركة أولية، تتفاوت التقديرات داخل الإطار الواحد في طبيعة المرحلة الجديدة، وطبعا مقاييس السلطة غير مقاييس الثورة، واعتبارات التي تتحكم بالسلطة غير تلك التي تتحكم بالسلطة. مشيت العين والسرة، صبت الجيش الوطني الشعبي ثم بالزين تاعهم اللي نعرفوه يعني، ولكن فيه شاحنات فيه سلاح ثقيل وفيه. فمشيت اللقاء كان في البلدية، لقيت شعباني وبن شريف سليمان الكحل، واحد يقول له بالأطرش شيفت بطايون كان ثم معهم بومدين حاكم كوا هكذا ويتكيف. هدر معايا بن شريف قال لي احنا داخلين العاصمة وهذا اللي عيط لك باش تخبر الجماعة. تبي اسم واش تدخل العاصمة؟ قال لي باسم خدينا تلقينا الأمر من المكتب السياسي والقائد العام للجيش الوطني الشعبي سي بومدين، وطلع الصوت تاعو ما قاليش هذا بومدين، انا ما نعرفش بومدين. قلت له الجيش الوطني الشعبي هذا شكون؟ احنا داخلين في الجيش الوطني ولا كاين جيش؟ كان محمد بوسمح معنا قال له انت تدخل الجيش الوطني الشعبي باسم واش؟ انت وليت جنرال لوكلير تحرر العاصمه؟ العاصمه راهي محرره، والمكتب السياسي او كاين زوج، واحد في تلمسان وواحد في تيزي وزو، احنا مانا ضد واحد مانا مع حتى واحد ضد الاخر. قال لي احنا خذينا امر باش ندخلوا العاصمه مع شعباني. ولكن يعني رغبه الاستيلاء على السلطه بالقوه من طرف الجيش، خاصه بن بلة بعد ذلك تحالف مع الجيش، ونظرا لتلك التناقضات حدث ما لم يعني لم تثمر ولم تنجح محاولات برقعه يعني تقريب وجهات النظر. اذا الحاصل هو الجيش الوطني الشعبي بقياده بومدين قرص على جيش التحرير الوطني. قاموا بهذه المساعي، اضطرت الى ان سي حسن يركب في الطائره مع بن بلة ليقفوا للفصل اوقفوا اطلاق النار. انا مشيت مع بن بلة في الهليكوبتر في الصور في زوبيريا وفي بقادير، وين كان حبسنا. اما تمشي في حرب اهليه وهذا شيء غير ممكن، وخرج الشعب ثاني كان اثر، الشعب خرج في مظاهرات يعني التقائيه سبع سنين بركات. وحنا كنا نخافوا من الشعب على بالك، احنا كنا نصلوا بلا وضوء كي نلحقوا الشعب، لان الشعب هو المصدر الحقيقي والاساسي لمواصله الثوره. كيف هذا الشعب عرض لك خرج سبع سنين بركات تمشي في حرب أهلية؟ هذا الشيء كان مرفوض يعني.
في سبتمبر 1962 يلتحق الأخضر بورقعة بالمجلس التأسيسي بعد مخاض صعب للانتقال إلى مسار بناء مؤسسات الدولة بعد معركة تحرير الأرض، وفي حلقه غصة كأن العبور إلى شرعية المؤسسات أهون من معركة تحرير وطن من المستعمر. تكون المجلس التأسيسي المعروف الأسامبلي ناسيونال في ظل أزمة، يعني المجلس التأسيسي كان يتكون من ثلاثة أفواج، أصحاب الخارج وأصحاب الداخل، كل ولايات كانوا ممثلين، وأصحاب اللي كانوا في السجون. هو سي الأخضر بورقعة ضمن القيادات بحكم موقعه الثوري وموقعه من الولاية التاريخية ودوره الريادي في تحرير الجزائر كبقية القادة، كان ضروريا أن يكون في المجلس التأسيسي الذي كان يرأسه المرحوم سي فرحات عباس. كان في المجلس هذاك ولو كان متفرنش، ولكن كان خير المجالس هذو درك، لأن كان فيه ديمقراطية وكان نقاش، وكان أي تحمد كي ياخذ الكلمة أو كريم بالقاسم أو هارون، أو كانت فيه نقاش وكذا، ولكن المجلس هذا ما خلاه ما لعبش الدور تاعو، لأن المهمة تاعو هو يدير الدستور. الدستور دار خارج على هذا المجلس، ندير في قاعة تاع السينما تعرفوها. ما كانش انسجام 100%، ولكن في الحالة هذيك واش توسي؟ طبعا كاين خلافات. الأخضر بورقعة أو ما يسمى بالثائر الدائم الذي لا يقبل بأنصاف الحلول، ويظل رجل ثائر عسكري أكثر من كونه رجل سياسي الذي يمكن أن يقدم تنازلات، بالتالي لم يطل بيع العهد وانفصل عن هذا الإطار لما رأى كثير من الخلط، وعاد إلى الولاية التاريخية الرابعة وأنه سلم المفاتيح كما هو معروف، وعاد ليكون له مسار آخر في المعارضة. لم تستقر الأوضاع السياسية وظلت الخلافات على أشدها تحت قبة البرلمان الجزائري وحتى خارجه. إن عدمت الثقة وغاب روح الإجماع، خيار المعارضة بات هو البديل أمام الأخضر بورقعة. لجأ إلى العمل يعني السياسي بتأسيس حزب في 1963 مع المرحوم حسين أيت أحمد. بعد اللي درنا لفافاس في سبتمبر 63، علاش مشينا مع أيت أحمد؟ لأن اكتشفناه في المجلس والتدخلات تاعو والأفكار تاعو، ولهذا نصبنا احنا ما نعرفوش أيت أحمد هذاك الوقت، لأن أيت أحمد ما مشى لا مع الجروب تاع تزوزو ولا الجروب تاع التلمسان. بورقعة شعر بأنه وجوده في البرلمان لا معنى له، ولهذا ذهب إلى إنشاء حزب جبهة القوى الاشتراكية. كل يعني جيش تحرير بالداخل هو الذي أسس للأفافاس حركة مسلحة من أجل إنهاء هذا الوضع. لم تكن الأفافاس التي أنشأها الأخضر بورقعة عندها علاقة بالسلاح نهائيا، حتى عندما تم دعوة حسين آيت حمد للالتحاق أو دعا حسين الالتحاق بها، كانت الدعوة من منطلق مثل الولاية. كنا نفتش عن واحد يعني رموز من الرموز، اكتشفنا بلي آيت حمد. البذور الأولى لهذا الحزب لم تكن فيها فكرة مرتبطة بجهة دون جهة أخرى، والدليل عندما تقرأ برنامجه تجد أنه يطرح فكرة المغرب العربي. لا، هو القول باللي حزب لفافاس قبيل ما كاش منها، قطعا ما كاش منها، لأن في اتفاق لابروكلاماسيون الاتفاق اللي المكونين لفافاس حول أيت أحمد ينشد ك يعني أفواج سياسية معارضة في المجتمع المدني في الحزب في هذاك الوقت.
ولكن الفكره كانت عارفين باللي رد الفعل من بعد ضد الافافاس هو يقول قبيل واللي قضيه واللي هذا واش كنا كان محول حاجه هو شفت ريجو ميليتير تاع لاكابيلي محول حاج بزاف الناس اللي يقولوا محول حاج كان في الافافاس هذا غلط والله عدم تدقيق يعني في الله محول حاج كان على باله ولكن مطلوب منه ما يتحركش هو شيف ديريجيون ولا تحركش يسمى العصيان الجيش في داخل الجيش الافافاس راهو ينشط في جوا اخرى في الشرق في الغرب في الجنوب الحزب انذاك جبهه تحرير نستطيع نقول كادت ان تعترف بها به لولا انقلاب 65. الوضع السياسي في البلاد يزداد تعقيدا مع تمرد العقيد محمد شعباني في خريف 1964 فانقلاب بومديا على اول رئيس منتخب في 19 جوان 1965 وما دفعهم الى ذلك إلا إيمانهم واقتناعهم بأن الوقت قد حان لكف الشر ودفع الضرر حيث أصبح من الضروري الحتمي أن نضع حداً لهذه المأساة المؤلمة ثم انقلاب العقيد الزبيري قائد أركان الجيش الجزائري على الرئيس هواري بومدين في ديسمبر 1967 فالطاهر الزبيري ما قلت لك إذن بدأ ينظر إلى هذه المسألة فقام بتلك الحركة التي هو يقول لم يكن هدفها قلب النظام وإنما تصحيح كما قال سيبو مدين في يوم الأيام تصحيح ثوري بعد الانقلاب الفاشل تاع الزبيري جاء واحد أو مازال حي يقوله محمود الباي قال لي الزبيري راهو في المكان الفلاني يحوس عليك كي رحت ليه لقيته مع الشوفور تاعو برك واحد يقول له موسى قدام البليدان قعدت نوقع شهر في الجبل واتصال بيناتنا مع الشرطة نمشوا من جهة خميس مليانة الجبل اللوح ومن ثم درنا له كونتاكت مع الجماعة اللي كان يعرفهم ووجهنا ليهم وديناه للبور تحت وداوه في الكاميون تاع الحطب تاع مقلاتي داوها لبيتنا ومن بيتنا راح دخل تونس وقعت محاولة إقحامه في 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 وسط الانقلابيين أو السيستم بوتشيست وأنا أقول دائما وأكررها بأن لم تكن مثل هذه التصفيات لأسباب خيانية وإنما الاختلاف في وجهات النظر وذهب معهم بورقعة والتقى مع أظن الشريف بن قاسم وهو كان التقى ببومدين والتقى بشعباني وحذرهم في الأخضر بروبعة فعلا سعى لاحترامه لسي شعباني وسعى في ذلك سعيا كثيرا في 64 علي أخذ موقف وشوش بعثنا بن بلا أنا يا والعربي رجم وعلي منجلي ومحمد بوسمحة كوماندا محمد بوسمحة وخالد عكوش الله يرحمه وسي حسن كولونيل رحنا للبسكرة بعدنا بن بلا باش يعني يتحاور معاه وكذا ويتخلى على الموقف تاعو هو في هذاك الوقت كان بومدين بعث له ضباط من الجيش الوطني الشعبي لي زونسي اوفيسي تاع اللي كانوا عند فرنسا ديجا كان بعث له ثلاثة ولا أربعة ثما شعبني ثم وين بدا يفيق فكرتو في وسارة نهار اللي تلاقينا قلت له شعبني راك شافي نهار اللي جيت الوسارة وبعثت لكم الريفيطايما ودرتو الجلود في الحبس وجيت معه ما قلت لكش هذو يذبحوك قال لي هذيك اللي درتها وما ننساش حتى نموت ونخلصها ولا بعمري وروح كي جينا رايحين هما جاو قال لي زيد معنا ليلة زدنا من بالسكرة غدوة ماك مشينا لطونقة طبعا وكملون بعد حكموه القاتل والمقتول هم في الحقيقة يحملون نفس المشروع إنما يختلفون في الآليات وفي التصورات في الوصول إلى هدف هذا المشروع كان ينتظر أن تقابله الدولة مهما كانت الظروف تبقى الدولة والدولة أهم من كل شيء
الخلاف بين قائد الأركان والرئيس بومدين يدفع ثمنه بورقعة بالحكم عليه 30 سنة قضى جزءا منها خلف القضبان، سنوات عجاف سيواجهها في زنازين الاستقلال. كأجهزة الدولة إنه يعني تسمح لقائد التمرد اللي هو ستار زبيري بالهروب، وبالتالي في بحثت في أسباب الهروب وتعرفت من الذين وقفوا إلى جانبه في هذه الحركة، سواء بكل الوسائل يعني، والأخضر كان له دور وموقف واضح في دعمه لطاهر الزبيري. بعد الانقلاب الفاشل تاع الزبيري يعني كنت معاه أنا بلا ما كان على بالي، حوس عليا كان جماعته هربوا عليه، فمن بعد مشيت لفرنسا شفت كريم سقساني على اللونز ديسمبر على محاولة الانقلاب، حكيت له يعني الشيء اللي كنت نعرفه كل حكيت له، شربت قهوة معه وحكى لي باللي هو دار بارتي لمديرة، طبعا شافونا. فالكل يعرف أنه لم يكن على علاقة طيبة مثلا بالطاهر الزبيري، لكن حين لوحق هذا الرجل ولجأ إليه أمن له ملجأ أدى إلى سجنه عدة سنوات فيما بعد. لماذا فعل ذلك؟ فعل ذلك لأنه ملتزم أخلاقيا بقيم أبرزها الوفاء وأبرزها الانتصار للمظلوم. كنت عارف اللي هم يحوسوا عليا، لحقني خبر من فرنسا، مشيت للمغرب، رحت للسفارة نتاعنا في المغرب، كان طيب فرحات سفير، والعربي رجم كوماندان تاع الولاية الثانية كان ملحق عسكري، كنت خبرت الملحق العسكري، قلت له خبرهم خاطر خوتي يحكموني في الحدود، يقول ما على بالوش. هو عرض عليا قال لي لكش ما تحتاج ريح، على بالنا باللي يحكموك. السلطات استطاعت ان تلقي القبض عليه انذاك وتزج به في السجن. طبعا ما حكمونيش في الحدود، حكموني ليلة 5 جوي في الشارع بمهدي العربي، ورحنا للسجن. اتهم انه لان في ذلك تلك المحاكمه كانت المحكمه يسمونها المحكمه الثوريه لوهران، حكم رحال سعيد، حكم بورقعه، وحكم عميرات سليمان الذي حكم عليه بالإعدام، وأضافت يعني حسب البرقية أن ما يحكمونه أن هؤلاء قاموا باتصالات مع أجهزة مخابرات غربية، وأنهم وعدوهم بأن إذا تحصلوا على أموال ومساعدة سوف تنسحب الجزائر وتغير موقفها من مساندة قضايا التحرر في إفريقيا وإلى آخره. ولكن الزبيري بعد ولو يبعثوا له الدعم للخارج، وانا رموا ذراري في الشارع في المحكمة، حكموا عليا ب10 سنين على قهوة شربتها مع كريم، وعلى الزبيري 20 سنة. ثم اللي عرفت لا كونفيزيون دو بيرن، هذه واحدة تسقط وواحدة تبقى، يعني الكبيرة تاكل الصغيرة. قال لي تسني عندك 20 سنة، قلت له ما نسنيش، قال لي قانون، قلت له القانون يسمح لي باش شاورتني انا كي نقعد 20 سنه في الحبس الا ما نكملش 10، وين نروح؟ بقاو 30 سنه. لما حكم فعلا يعني حسب ما رواياتي انه حكم محاكمه صوريه، واخضع الى تعذيب والى سجن يعني قاس في منطقه وهران، يعني ومعروف هذا السجن الذي سجن فيه مدة قصيرة جدا شعباني، وسجن فيه كثير من القادة الجزائريين، وهو السجن الفرنسي. ربما سجنه كان نتيجة غيظ المسؤولين في ذلك الحين من أنك أنت عدو هذا الرجل السياسي وخصمه السياسي، كيف تسمح له أن يلجأ وأن يختفي من عندك؟ فإذا عاش تجربة مريرة في السجن، هذه التجربة يرويها في كتابه اغتيال ثورة.
كنا في وهران كان أسوأ سجن يعني في وهران. كنا في واحد سجن يقولوا سيد الهواري. سيد الهواري هذا جاي تحت الأرض تنزل ليه بالدروج هذوك السكارغو هذوك تهبط تحت وتسمع غير الزف تاع البحر اللي هو تاع البحر. فهو سجن يعني مغارة تحت الأرض وفيها كل أسباب الشقاء والتعذيب النفسي والمادي، وهو يشهد على ذلك سي الأخضر بروقع. صبت روحي في واحد سيلون فيه واحد 400 طول هكذا، ولكن في العرض نتاعه متر برك أو قل من متر، تدخل فيه هك تدخل بجنب ما تقدرش تدخلها. وكاين واحد لوفيرتور وين اللي زيقو يعقبوا من ثم. إذن باش ترقد ما تقدرش ترقد، لازم تبقى واقف ويخرجوا ليك الطوبات من القاعة هذيك لوفيرتور هاك. طبعا وهران تزي لامبيز ومن بعد تزي وزو ومن بعد الحراش. كنت درت عملية في لاكلينيك تاع لابوليس في شيمان دي كليسين، داوني الحراش ما ردونيش لتزي وزو. وبعد ذلك جرى يعني تخفيف منها إلى أن أطلق سراحه بعد 8 سنين تقريب من الاعتقال. كان الكولونيل عمر يستنى فينا عند الباب أنا وعميرات، كنت مع عمر. عميرات كان بيربيت باش نخرجوا، عميرات خرج يستنى فيا عند الباب، وأنا ما عرفوش لا قراص تاع 10 ولا تاع 20. زدت واحد الربع سوايع وخرجنا مع سليمان عميرات في نهار البندو جوان 75. لم يكن بورقعة يقاتل الاستعمار في بلاده فحسب، بل كان مقتنعاً بضرورة مقاتلة العدو في كل أرض عربية، كما فعل أسلافه في العام 1948 عند احتلال فلسطين. انتقل إلى جبهة القتال في الجولان في جوان 1967، ناصر الشعب العراقي أثناء الحصار وعند الاحتلال الأمريكي، ترأس لجنة دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة اللبنانية. الثورة ليس لها حدود، والكرامة ليس لها حدود، والاستقلال ليس له حدود. وهذه أول دروس تعلمها الأخضر بورقعة من تجربته. لذلك حين اندفع بعد 5 سنوات من الاستقلال ليقاتل في الجولان، اندفع بنفس الحماسة التي اندفع فيها للالتحاق بالثورة في الجزائر. كانت له مواقف قومية وعربية، سواء في حرب العراق، وكانت مواقف واضحة مع الزعيم الراحل صدام حسين، الشهيد صدام حسين، وليس مع صدام حسين كشخص، وإنما صدام حسين كقيادة وكوطن. بكى بأسى وهو يرى طيران المحتل الإسرائيلي يقصف مطار دمشق. لما شفنا يضرب في المطار يشوفوا الدخان هكذا، الطيارين اللي عقب تحتنا شغل حالين عليه بوري فيتي للرادار بالك باش الرادار، ولا سقسينا هذاك الضابط هذاك الطيران هذا نتعمل، قلنا انت صاينه. قلت له علاه ما ضربش؟ قال لي ما عندناش امر باش نضربوا. قلت له علاش؟ هما عندهم امر باش يقنبلوا المطار في دمشق وانت ما عندكش الامر. بهذه زدنا في كلام ما عرفتوش انا، تم اللي وقعت المناوشات مع الضابط هذا. غدوه من ذاك خرجت في الجريده، عيط لي علي كافي مع مسعديه. مسعديه كان سافر ورا لي التصويره والمقال هكذا فلان، ذكروني الاسم تاعي بالاسم يعني جزائري في الوفد الرسمي نتاع جبهة التحرير وكذا، يعني تناوش مع ضابط سماوة وقيلة والمسم. أعتقد أن دور السيد الأخضر بورقعة هو في أنه رجل في هذا السن يمتلئ حيوية ونشاطا وثورية، كان يبدي
مشاعره وحبه تجاه المقاومة الإسلامية في لبنان ومقاومة حزب الله، وكان يدرك أنها معركة واحدة وأننا أمة واحدة وأننا مصير واحد، وأن الانتصار في الجزائر لا يفقد معناه إذا لم يترجم انتصارات في أقطار الأمة، وأي نصر في قطر من أقطار الأمة لا يستكمل إلا إذا توج بانتصارات في أقطار أخرى. لذلك ثم ابنتيه سيناء وجولان، وأرسل رسالة واضحة أن الشعب الجزائري بقياداته وقاماته التاريخية وبقياداته السياسية الحالية على اختلاف أحزابها وعلى المستوى الرسمي والشعبي إنما يقف صفا واحدا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله، وهذا كان مؤثرا في دعم صمود هذا الشعب شعبنا وثباته في الميدان. عندما بدأ الغزو الإسرائيلي لغزة بدأ يتحرك مع مجموعة مثل جميل أبو حيرد ومجموعة، وحتى أتذكر في السنوات الأخيرة جاء قلوي هنا للجزائر واستقبلوا برقعة وبدأ يتحرك، وهو من الجماعة التي كانت تجمع المال لغزة وتبعث به. في 67 الجيوش العربية كلها مجتمعة، وكاين الخطاب السياسي كان متوحد كما قلت لكم نرموا إسرائيل وكذا. قارنها بال 67 الحرب لبنان، ما فيش مقارنة، ماشي جيوش عربية وقيادات عربية في المجتمع وما شدوش أسبوع. حزب الله أو المقاومة اللبنانية، المقاومة اللبنانية يعني شهر وما خسروش الحرب وانتصروا ومنتصرين إن شاء الله. كان له دور كبير فيما كان يقدم من دعم لشعبنا في قطاع غزة ورفع الحصار الظالم والجائر عن قطاع غزة، وكان السيد أقدر دور في هذا الموضوع. وظلت قوافل الإغاثة من أبناء الجزائر سواء بتمويلهم أو بمشاركتهم، ومشاركتهم في أساطيل الحرية لكأس حصار غزة علامة فارقة في الدور الشعب الجزائري من أجل دعم النضال والمقاومة الفلسطينية. مع هبوب ريح ما أصبح يعرف بالربيع العربي، اعتبر ذلك مغالطة جوهرية وأن تلك الأحداث مجرد تمهيد لتحقيق المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، حيث يراد بها خداع العرب بتسويق الوهم وبرفع شعارات زائفة بعدما فشلت في تسويق مشروع الشرق الأوسط الكبير ثم الشرق الأوسط الجديد فالفوضى الخلاقة لتقسيم الأوطان وتشتيت قدرات الأمة العربية. كانت الأمور واضحة إليه، كان مدركاً أن هناك مطالب مشروعة للشعوب لكن جرى استغلالها لخدمة أجندات أجنبية. الربيع العربي مطلب شعبي، مطلب للتغيير، خطفته أمريكا والغرب والصهاينة وصرفوا فيه كما رانا نصرفوا. هما عملوا كل باش هما اللي يديروا التغيير مش الشعوب العربية. وكذلك مواقفه في سوريا واضحة و صريحة إلى اليوم، هو ضد تفتيت سوريا، ضد سقوط الدولة السورية. وأذكر أنني لاحظت أنه كان متخوفاً على سوريا بشكل خاص منذ الأيام الأولى للأحداث، وكان يقول للمعارضين السوريين هذه المرة الأولى التي أشهد فيها ثورة تستدعي الأجنبي إلى بلادها، فيما كل الثورات التي عشتها بما فيها ثورة جزائرية قامت لطرد الأجنبي من بلادها. بعيدا عن المواقف من حيث المبدأ، سواء اتفقت أو اختلفت مع سيل أخضر بروقعة، تجد أن قاعدة التفكير الأساس هي مصلحة الأمة، ولذلك حتى لو حصل خلاف فإن القاعدة الأساسية قاعدة جامعة
إن علينا أن نعمل من أجل مصالح أمتنا، ومصلحة أمتنا هي في أن يزول الكيان الصهيوني وأن تتحرر فلسطين وأن تتحرر كل بلادنا من الاستعمار ومن آثاره. غلط نتاع الشرق الأوسط هي سوريا، وسوريا يسموها الرومان في الكتابات القديمة، واش يسموا عندها اسم لي دولوريا، عين الشرق الأوسط. علاش سوريا؟ وشكون اللي متآمر على سوريا؟ هما العرب. كنا نجد سيد بورقعة أنه ما زال مجاهدا، ما زال ثائرا، ما زال مقاوما. حنا ندعموا سوريا، ما ندعموش الأشخاص. والرئيس بشار الأسد الآن بالنتيجة هو جدير باش يكون قائد عربي. ذلك خلال استقباله وفدا يضم شخصيات عربية مشاركة في المؤتمر القومي العربي والمنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين. الرئيس الأسد أشار إلى أنه من الضروري التمسك بالبعد والفكر القومي. كثير لاموه يقولوا لماذا يذهب إلى يساند بشار، هو لم يساند بشار، هو ساند الدولة. أن هناك سقوط دولة، وهناك بجانب هذه الدولة هناك مستعمر وهو إسرائيل، وبالتالي ذهب للحفاظ على الدولة لمواجهة إسرائيل. وكالأمس ينتفض الشارع في ثورة سلمية رافضاً التجديد للرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. المجاهد الأخضر بورقعة يعلن عن دعمه لثورة الابتسامة، يرى في هذا الحراك عتاق شباب يريد أن يخرج الجزائر من النفق المظلم نحو آفاق أوسع وأرحب، ويتحول إلى أيقونة الحراك المبارك. للتغيير طلبناه في 62، ما طلبناش في 2019. بورقعة مناضل كان ينتظر بفارغ الصبر أن الشعب الجزائري يعني يخرج يقول كلمته ويفرض يعني أن يكون هو السيد. وقد التقيته ذات مرة في مسيرة من المسيرات في البريد المركزي، وقلت له يا عمي الأخضر إنك الآن شاهد على إحياء ثورة وليس على اغتيال ثورة، إنما أنت شاهد على إحياء ثورة. فالتفت إلي قال هذه حقيقة، هذه هي الحقيقة، أنا شاهد على إحياء ثورة بعدما كنت شاهدا على اغتيالها في 1962. وبالتالي لا يمكن لرجل مثل بورقعة الذي عانى سجون من أجل كفاحه من أجل هذه اللحظة، بالتالي لا يمكن أن يتأخر. عندما جاء 22 فبراير كان يجتمع معنا في باب حسن، كان مع الجميع، كان يجتمع في أماكن أخرى كذلك، أكثر من 20-30 شخص يجتمعون أسبوعيا ويتابعون الحراك، وفي الوقت نفسه يدعمونه بنوع من التأييد وهو عبر بيانات، لأنه الحراك يحتاج إلى بيان مساندة. آخر واحد اللي يحكم الجزائر من جيل الثورة من جيلنا احنا هو بوتفليقة، ولهذا تمنيت يروح من الباب الكبير ما يروحش من الباب الصغير، وما يروحش من منحط كما راحوا لك، كما راح مبارك ولا بن علي ولا غيره. حضرنا وثيقة مهمة جدا، هذه المجموعة التي كان الأخضر بورقعة جزءا منها كنا نعمل على أساس شيء آخر وهو الانتقال إلى الديمقراطية بفضل الأخضر بورقعة، وأنه لا يوجد شيء اسمه مجلس تأسيسي، يمكن نعمل عهدة تأسيسية، معناها يمكن أي رئيس يترشح أنه يعد المواطنين بأنه سيقوم بتغيير الدستور ويدير مجلس كذا، هذا ممكن. وأنا خايف باللي قضية
تشاوسيسكو. أتمنى ما توقعش في الجزائر. وتبليغه للسيد قرار إنهاء عهدته إلى رئيس المجلس الدستوري طيب العايز. الآن إحياء ثورة، ولكن الثورة مختلفة الآن، ثورة سلمية، ثورة الشعب يريد ديمقراطية الحياة السياسية، يريد تداول حقيقي على السلطة وعمل خضر لم يتوانى ليس فقط بالمساندة المعنوية، وإنما انخرط بحيث مثلا كان يدعى إلى منتديات شباب الحراك في عدة مناسبات يشارك، وأيضا نصب رئيس شرفي لمنصات الحراك لحوالي 300 منصة. ونرى بورقعة حتى عندما ابن 86 سنة، عندما نراه اليوم نظن أنه ابن 16 سنة. أعتقد أن النضال ليس له عمر، النضال ليس له سن، النضال يا إما نولد مناضلين أو لا نولد مناضلين. مبتهجاً بهؤلاء المعتقلين الذين يواجهون يعني قضاة، يواجهون ظلم ويطالبون بالحرية والاستقلال، وبالخصوص الذين يشرفون يعني أسماء شهداء علي لابوانت، بن بولعيد. يعني الحراك هذا أصبح حاضنا عظيما للشباب الجزائري الوفي لأبطاله الحقيقيين وللتاريخ. وفي الحقيقة وأنا ألتقي بالمجاهد الخضر بورقعة في مسيرات الحراك تجد رجلا يسير بدون كلل ولا ملل، يلتقي الشباب من كل الأصناف، يتحدث معهم بدون يعني حساب لأي للوقت، يلتقط معهم الصور، يشجعهم ويقول لهم امضوا فيما أنتم فيه فإنكم على الطريق الصحيح. ما ذنب أي جزائري يريد أن تكون دولته، أن يفتخر ببلده وأن تكون دولته دولة مستقلة فعلية، وأن تكون مثل ما أرادها المجاهدون. أراد أن يكون سنداً يضع تجربته في خدمة هذه الموجة في هذا النضال لإنجاحه. أراد أن يكون يعني يستعمل خبرته، ووقع يعني كما رأينا وقع سجنه، وقعت محاولة تشويه. يدعي المتهم أحمد بورقعة المدعو الأخضر رهن الحبس المؤقت بعد سماعه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رئيس. الأخضر بورقعة لا يعتبر سجين أو محبوس حبس احتياطي، ولكنه رهينة، إنه رهينة في انتظار شيء معين. أنا عندما سمعت الخبر واتصلوا بي آخرين، هؤلاء الذين اتصلوا بي لم أصدق، تصورت أنه نوع من الإشاعات التي تسوق، ولكن عندما رأيت بيان النائب العام شعرت بألم كبير. لماذا ألم كبير؟ لأنه لا يعقل أن هذا الرمز يعتقل بسبب ما.
أنا أضع تصريحات الأخضر برقعة في 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 خانة الشهادة، لأنه أدلى بشهادة عاشها، أدلى بشهاداته ولم يدل بتصريحات. أعتقد أنه الخلط هذا أدى أنه بمجرد ما سجنه تم سجنه تبارت القنوات على شتمه، وصلت إلى درجة أنه تقول أنه انتحل صفة شخص آخر. مثل هذا الكلام لا يحدث في دولة تحترم شهدائها ومجاهديها. كنت أستمع ذات مرة لتصريح للعقيد صالح أبو بنيدر، وهو تصريح أدلى به لقناة فرنسية، وهو أخطر مما قاله الرائد المجاهد الأخضر بورقعة فيما يخص أزمة 62 وجيش الحدود وغير ذلك. ويلا باش الجيش الوطني الشعبي هذا باش يحمل اسمه الحقيقي باش يطبق عليه الجيش الوطني الشعبي، لازم فيما سمعنا من عنده يرافق الحراك الشعبي. من معتقله من السجن راه يوصي ويقول خلوها سلمية، بلكوا الانزلاق، بلكوا تجاوبوا، بلكوا التفرقة، قعدوا موحدين. المجاهد عندما يصرح يشير إلى الأخطاء، هو ليس أستاذ في الجامعة اللي ممكن يختار الكلمات ويختار الأسلوب ونوع من احترام الآخر. هو ربما نستطيع نقول تجاوز حده في رأيه في الأشخاص، أما رأيه في المؤسسة العسكرية لم يتغير منذ 62 حتى الآن. والله حملة التشويه ليست هي الأولى التي يتعرض لها. احنا شفناهم وشفنا كل المعتقلين. كنت مع جماعة من الأساتذة، من بينهم الأستاذ بادي والأستاذ يوسف صحلي، قلنا أنه رايح نقدموا طلب إفراج عن إفراج مؤقت ربما. قال لك والله ما نخرج حتى يخرجوا هاد الشباب. أولا أضرب قبله عن الطعام الشباب، ولهذا شعور بعدم التضامن مع الشباب هو شعور أب مع أبنائه، فهذا الإضراب هو تضامن مع هؤلاء. صحيح أنه إضراب نصحوه بعدم الإضراب لأن وضعه الصحي لا يسمح بذلك، ولكن أضرب بمعنى شخص قادر على تقديم تضحية من أجل الآخرين. هذا مهم جدا، لا يوجد في الجزائر من يقوم بالتضحية في الجزائر مع الأسف الشديد، ولكن مع ذلك لم يقدر المجاهدين دوره، وهذا خطأ في تقديري. صحيح أن منظمة المجاهدين يعني اتخذت موقفا مشرفا بأن أعادت له الاعتبار، ولكن في الحقيقة أنا ما أثار انتباهي أن كثيرا من رفقائه لم يدافعوا عنه في الوقت الذي كان هو محتاج إليهم. ناهيك عن رجل لما وجده في محنة في وقت المحنة والشدة واستجار وأجره لما استجاره وهو العقيد طاهر زبيري، لم نجد له موقفا مما حدث لأخضر بورقعة. ما حدث لبورقعة بعد سجنه هو انتخاب، وفي الحقيقة وصحة الجماهير بورقعة رئيس الجمهورية. المجاهد الأخضر بورقعة سجل مفتوح على نضال شعب، وسؤال كيف خطفت منه ثورته وحلم باستقلال لم يكتمل.
أنا أمنيتي أن ندير تمثال الأخضر بورقعة، وأنه كرمه كجزائري قدم شيء، ما زال يقاوم الرأي الآخر الذي يرفض تعدد الآراء. نحن أمام تعددية الآراء وليس تعددية السلطة. أعتقد أن بورقعة أصبح جسر بين جيلين، جيل الثورة وجيل الاستقلال وجيل الثورة المباركة ثورة 22 فبراير. إذن أعتقد أنه فعلا يستحق أن يكون لكون هذه الثورة المباركة. الجزائر تشيع اليوم المجاهد الأخضر بورقعة الذي قضى من جراء إصابته بكورونا. للجيل الجديد، جيل هذا الجيل هذا، نقول لهم بلاك نسكروا بلادكم هكا، هذا مكان مهما يكون منك. التغيير ياتي ان شاء الله، خاطر احنا خايفين الجيل يكره بلاده، اللي يرمي روحه في البحر واش معناه؟ معناه كره بلاده. انا الوصيه نتاعي بلا نقول لهم ما تكرهوش بلادكم، نقول لهم ما تكرهوش بجدد. نقول لهم ما تكرهوش بجدد.